فاروق بلقايد أيضا يريد أن يضيف شيئا في هذه النقطة التي كنا نتحدث عنها، الثراء في تشكيلة الناخب الوطني جمال بالماضي، الخيارات، كنت تريد أن تقول شيئا. نو المنتخب بالفريق الوطني اللاعبين اللي راهم في البليز اون فورم هما اللي راح يكونوا في تشكيله، باسكو لي 25 جوار اللي راهم تما سي دي لي 25 لي غارديان ما معليش قلت لك اللي يكونوا كاع راهم في لازم يكونوا كاع عندهم تما المكانه في المنتخب. ابري لي جوار او ميليو تيران بوكو بلوس ان هادو الميليو تيران عندك كاع كسو سوا زروقي ولا شايبي ولا بن طالب ولا بوداوي اللي نسيناه كاع ولا في بولي كاع يقدر يتكل عليهم الناخب الوطني. ابري الماتش هدايا هو عنده ان ادفيرسير اللي على باله بوكو بليس، حنا ماناش نتبعوا ماناش الصباح العشيه ورا مصباح العشيه مع الستاف ديالو يدي كورتيكي كاع لادفيرسير على باله كيفاش يلعب وكيفاش نقط الضعف والقوه ديالو، ومن بعد اللاعبين ديالو كي نهضروا نقولوا دو ميليو تيران ميم يكونوا دو غوشي سي كسي سوا بن ناصر ولا بن طالب يبو جوي كوم سنتينال يقدر يلعب بهم يبدا بهم هكذا ابخي يولي يقعد ان سي ما نقعدوش كاع ديريير حنا با با جوي زعما ابري يقدر يقعد ان سنتينال ونعرفوا بلي كسي سوا بن طالب ولا بن ناصر عندهم هذيك الدفعه الهجوميه ماشي لعب النزعه الهجوميه ماهمش قاعدين لاعبين اللي يقعد كيما كان غديورا بوتيت بوكو بلوس يقعد دون لاكس لي دو فولا مي دوكا عندك لاعبين قلت لك الفريق الوطني يقدر يلعب افيك دو ريكوبيراتور واحد فوقهم كيما يقدر يلعب ان سنتينال الزوج يقدر يكون بن طالب يقدر يكون بن طالب وي بن ناصر وي شايبي ولا بن طالب ما هي الطريقه الافضل فاروق انا بور مو قياسا بهذا اللقاء انا ليا او ميليو تيران باللاعبين اللي عندنا نلعب افيك بن طالب اي دوفون كوم روليور نلعب بوسمو بن ناصر ا غوش à droite لعب شايبي فوالا انا اللي ابخي اون اتاك فريق الخبره ربما في غول نو خلي الخبره ما كاش دوك خبره دوك اللاعبين اللي يكون جاهز ولكن كاس الفريق للامم يعني عندك جاهز دوك لاعب تاع 20 سنه دوك راه يدير لك شامبيون دي موند انا اللي نشوفو دوك ما كاش خبره برشلونه عندهم 17 طون عنده مكانه ديالو ما يقولكش الخبره يلعب دوك لاعب شايبي راه يلعب في لا بونديس ليغا او يلعب في لو نيفو ماهوش يلعب جا قال في البطوله ديالنا جان مازال ما شافش راه يلعب في البطوله ويتحكى مع لاعبي كبار اساسي وكذا راح يكون ومن بعد بالماضي عنده اللاعبين يلعب توجو بان افونسود عندك محرز ادرواسي باينه اغوش بلايلي نتمناو يكون في احلى فورما ديالو ولا كان في احلى فورما ديالو بلايلي الكوتي ديال بنجح بلايلي ما نقولش بنجح ستان جروب ادم والناس مع سليمان ادم والناس شفنا المدرب هادو المقابله الاخيره لعبوا كوتي غوش لعبوا كجناح ايسر باسكو نعرفوا في الكوتي وقال يمكن ان نعتمد عليه في الجهتين باسكو المدرب يقدر بهديه يخلط الاوراق الناس كاع راحت بلي بن ناصر راح يكون هو بالك كيما يقدر يكون شايبي على لاغوش ولا يكون بليلي اليوم حنا على بالناش شو لاغوش كون حيله باسكو عندك لاعبين وزيد على